واللي اكيد يعني اي فريق يتوج فيه سيكون محظوظ، ومحظوظ على الاخر. هاي لعبه عاليه للنادي الاهلي خطيره، جول 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 جول. الاهلي يتقدم بالنتيجه عن طريق خلدون الحلمان، هداف الدوري في الموسم الماضي وهداف الاهلي في الموسم الحالي، يسجل اول اهداف المباراه. واحد لا شيء للنادي الاهلي، واحد لا شيء لفريق اهلي الخليل عن طريق خلدون الحلمان، عن طريق خلدون الحلمان. الاهلي صاحب الترتيب السادس، صاحب الترتيب السادس، صاحب الترتيب السادس، نعم، يتقدم بالنتيجة ويجبر فريق بلاطة على التأخر، على التأخر بهدف مقابل لا شيء. تمريرة ممتازة كانت، والباص اللي انعمل بالراس على ما يبدو من سيف الجعبري، على اعتراض من لاعبي بلاطة على وجود تسلل في اللعبة الأخيرة، في اللعبة الأخيرة. وبالتالي هو شوف اللعبة الماضية، راح نتأكد مع الإعادة واللعبة بالراس من سيف لخلدون الحلمان، والهدف يسجل.